خير تحية أبدأ بها حصتي لهذا اليوم، تحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثالث من مدارس هبة الله، مجددا في مادة اللغة العربية ودرس جديد باسم عيسى العوام. هذا الاسم يا ثالث يعبر عن شخصية إسلامية وغواص عربي مسلم وبطل حقيقي اشترك مع القائد صلاح الدين في حرب الصليبيين. هذه مجريات هذه القصة يا ثالث تحدث في مدينة عكا، ومدينة عكا هي مدينة فلسطينية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط. تعالوا نتعرف على شخصية عيسى العوام ومجريات قصته بعد الاستماع إلى نص الدرس. عزيزي الطالب، عندما تتأمل بهذه الصور ستلاحظ أن هناك مجريات مثيرة تحدث في هذا الدرس. تعالوا نستمع إلى نص الاستماع لنعرف ما هي الأحداث التي جرت في هذا الدرس. عيسى العوام غواص عربي مسلم اشترك مع القائد صلاح الدين الأيوبي في حرب الفرنجة. كان يحمل الأموال والرسائل إلى عكا عندما حاصرها الفرنجة، حيث كان يربطها على وسطه ويسبح ليلا من غير أن يشعر به أحد ويوصلها إلى عكا. في إحدى الليالي شد على وسطه ثلاثة أكياس فيها 1000 دينار ورسائل لأهل عكا المحاصرين، وسبح في البحر. انتظره أهل عكا طويلا لكنه لم يأتي. بعد أيام وجده الناس على شاطئ عكا ميتة وعلى وسطه الذهب والرسائل، لقد أدى الأمانة حيا وميتا. هذه قصتنا اليوم. وكما تعودنا أعزائي الطلاب، بعد الاستماع إلى نص الاستماع عيسى العوام، تعالوا نجيب على هذه الأسئلة. السؤال الأول، من البطل المسلم الذي تحدث عنه النص؟ أحسنتم، تحدث النص عن بطل مسلم هو عيسى العوام. السؤال الثاني، من الذين حاصروا مدينة عكا؟ من هم؟ الفرنجة. السؤال الثالث، كيف كان عيسى العوام يوصل الرسائل إلى عكا؟ كيف؟ كان يربطها على وسطه ويسبح في البحر. أحسن. وصلنا إلى السؤال الرابع، أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. 1. القائد المسلم الذي حارب معه عيسى العوام هو ألف خالد بن الوليد، صلاح الدين الأيوبي، أم زيد بن حارثة؟ أحسنتم، صلاح الدين الأيوبي. الجملة الثانية، كان عيسى العوام يوصل الرسائل إلى مدينة القدس أم حيفا أم عكا؟ أحسنتم، عكا. ثالثا، مات عيسى العوام غرقا قتلا جوعا؟ غرقا. السؤال الخامس والأخير، أضع عنوانا آخر للنص غير عيسى العوام، يمكن أن أساعدكم؟ البطل العربي، عيسى البطل، السباح والأمانة. نأتي إلى الأفكار الرئيسية الواردة في الدرس. هذا الدرس يحمل الكثير من الأفكار الرئيسية، اختصرناها بثلاثة أفكار. الفكرة الأولى، أهمية الأمانة عند الإنسان المسلم. الفكرة الثانية، ضرورة الدفاع عن الوطن. والفكرة الثالثة، أن عيسى العوام هو غواص وبطل عربي مسلم. دمتم بألف خير.